السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في خياطة وإعادة تدوير. النهاردة إن شاء الله عندنا عباية قديمة، عندنا جلابية قديمة، هنعمل منها فستان طفلة يعني عمرها صغير، من سن 5 سنين ل 8 سنين، لو أكبر من كده هتبقى زي فيست أو زي بلوزة قصيرة. طيب يلا نبتدي مع بعض على بركة الله، وما ننساش نعمل لايك ونشترك في قناة الخياطة أسهل مع أم عبد الرحمن لمتابعة كورس الخياطة للمبتدئين من تحت الصفر. نبتدي على بركة الله. دي الجلابية بتاعتنا ايه اللي هنشتغل عليها، ايه عادية جدا خالص كده، دي جينز. الخطوة الاولى بفصل الامام من الخلف ايا كان نوع الجلابية، حتى لو كانت قطيفة بيتي برضو بتعمليها بنفس الطريقة، بفصل الامام من الخلف. بطلع الظهر لوحده وبطلع الامام لوحده، سهلة جدا جدا. شفت في التعليقات سيدة فاضلة بتقول انا عندي عبايات وعايزة اعمل فستان لحفيدتي، فالنهاردة بنهدي لها هذا الفستان. الفستان العباية عفوا اهو زي ما انتوا شايفين كده، ده الظهر. بس كل اللي بحدده في البنوتة يا أمينة الفاضلة إنك بتجيبي البنوتة وبتقيسي العرض ده، بتقيسي العرض ده بالكام بالظبط أهو، وبتاخدي نصه من أول الخياطة دي للخياطة دي وبتاخدي نصه. تمام. طيب أنا بقول إن العرض ده طلع عندي 29، هنقول 30 بمسافة الخياطة، فأنا هاخد 15 سنتي نصه. تمام، 15 سنتي نصه، ومش هنطول في باترونه ومش هنعمل تفاصيل كتير. تمام اهو لغاية ما نطلع فوق اهو كده، 15 سنتي اهي بمسافة الخياطة. تمام، وخط الوسط او خط الحزام زي ما اتعلمنا في كل مرة ان احنا بنقيسه لغاية الوسط لغاية الحزام، وبرده 30 وبرده 30 اهو. تمام، ونصه 15 سنتي، وكده حسبة خفيفة خالص خالص اهي. عايزة الطول الكلي للفستان، ودي نقطة سهلة انت بتحدديها من اول الطول لغاية الطول اللي انت محتاجاه. طبعا العباية هنا كبيرة، يعني انت زي ما انت عايزة متاح تعملي الطول اللي انت محتاجاه اهو لغاية مثلا هنقول 70 سنتي، فانا باخد من اعلى لغاية 70 سنتي اللي انا عايزاهم اهم. ولو حابة تزودي كمان علشان تانية الفستان بالشكل ده كده. تمام، طيب انا اصبح عندي الخطوط اهي، اول خط اللي انا بعمل عليه دوران الرقبة، تاني خط ربع دوران الصدر، تالت خط ربع دوران الوسط، والقياسات دي سهلة جدا جدا مفيهاش اي صعوبة. البنوتة اهيت من ناحية الجنب زي ما هي واقفة بالشكل ده. ممكن اسهل من ده كله تجيبي فستان وتحطيه على القماشة وتقدري تعمليه اهو. طلعلي هنا 74، انقول 75، ربع 75 بالشكل ده كده، بنحطه هنا اهو، وتعملي الدوران بتاع الابت بالشكل ده. تمام، ودوران الوسط بانك بتمرري برضو المزورة ناحية الوسط بالشكل ده كده اهو، طلع 66 وبرضو على 4 بالشكل ده كده، بايدي او بالمسطرة مفيش اي مشكلة. وبتنزلي بقى على اوسع على اوسع على اوسع بالشكل ده كده، وقبل ما تنزلي كده بحوالي 1.5 سنتي
بتعملي الدوران عشان ما يبقاش مجنح. تمام. طيب انا اقدر اعمل فستان بسيط برضو باني اعمله حتة واحدة، باني اعمله حتة واحدة بدون دوران بالشكل ده، وبرضو هيطلع شكله حلو مش وحش. تمام. طيب الفستان ده انا كده عاملة فستان بحمالات، تمام، مجرد اني اعمل حمالات وخلاص. تمام. طيب لو انا عايزة اعمل فستان بدوران رقبة وقط، باخد دوران الرقبة هنا 5 سنتي اهو بالشكل ده، وبنزل هنا 1.5 عشان ميل الكتف كده لو انا هعمل فستان بسيط كده بخط كتف كده وخلاص. طيب لو انا عايز اعمل فستان اللي هو بعمل له رباط اهو، فانا بزود كده فوق المقاسات اللي انا خدتها عرض المسطره، بزود عرض المسطره، وده من ابسط الفساتين. فانا عامله لك كذا نموذج علشان تقدري تختاري منها اللي انت عايزاه. تمام. تاني انا كل الحكايه كده خدت هنا عرض المسطره ويا دوبك دوران الابد، وممكن تعملي الفستان سيمبل كده على طول، مش هيكون في اي مشكله خالص. تمام. طيب اهو كده الخلف اهو، الامام ببساطه جدا بقصهم على بعض بالشكل ده، اهو. لو انت بقى عايزه الرسمه زي ما انت عايزه في اي اتجاه خليها هنا، انا عايزه بس اقص بعيد عن الخرز علشان الخرز هنا بيعمل مشكله في الخياطه، ممكن يكسر لك الابره ويبوظ الدنيا خالص. تمام. بقص كده خلاص، كده انا قصيت الامام والخلف. الخياطه هتكون ازاي؟ شايفين كده الرسومات طلعت في شكل مظبوط. الخياطة هتكون ازاي؟ هتكون باني اقفل الجناب ها، وباخد عرض المسطرة اللي انا عملته ده بتنيه بالشكل ده، بالشكل ده كده علشان امرر الرباط اللي انا هربطه على الكتف بشكل لطيف جدا. تعال نشوف الكلام ده على المكنة، ونخلي وش القماش على وشه. لو عندك جلابية قطيفة طبعا ينفع نعملها. بقفل كده الجناب على بعض. لو حابين تشوفوا الفستان ده بتفاصيل ابسط واسهل هتشوفوه على الخياطة اسهل مع ام عبد الرحمن. والجنب التاني بنفس الطريقة. من الحاجات البسيطة السهلة قوي اللي ممكن تعمليها قبل ما تخرجي بنص ساعة، تقدري تعملي فستان للبنوتة. تمام اهو. شايفين كده؟ طيب الجزء ده سهل جدا. تمام. انا اقدر اتنيه هنا كده بسهولة اهو، ومش محتاجة ابدا اعمل له تشطيب لوحده واعمل له حاجات معقدة، خاصة في ناس مبتدئة بتلاقي فيه صعوبة ان هي تعمل السجاف بتاع الابط من اول مرة. السجاف الابط موجود برضو في الخياطة اسهل مع ام عبد الرحمن بشكل توضيحي، ولكن بقول في ناس نفسها تعمل حاجة وتوجد صعوبة بسبب التفاصيل الكتير، فممكن اقول لها لا تقدري تعملي فستان للطفلة بدون اي تعقيدات بالطريقة دي. المهم بس تركزي على لون الخيط لانه هيظهر مباشرة في وش القماش. طبعا انا بعمل تمرين فعشان كده يعني بس بوريك الطريقة. تركزي على لون الخيط، لو مش عندك خيط هتضطري تجيبي دانتيل او تجيبي تطريز او اي حاجة على الخيط بتاعك عشان اللون.
هاتني بقى الجزء ده اللي انا عملته بعرض المسطره، بس قبل ما اتنين هكون مجهزه الستان، يعني عشان بدل ما ادكك ممكن احطها دلوقتي اهو. المهم ان انا ادخلها، بعد كده هظبط الطول بتاعها عشان كده كده. ونفس الحكايه الناحيه الثانيه، مش مهم دلوقتي ان انا احدد اطوالها ايه، المهم ان انا بس ادخلها وبعد كده على البنوته او على المانيكان اقدر اعمل كل الخطوات دي. وهنثني، والتزيين متروك ليكي طبعا. زي ما انتوا شايفين كده الفستان خلص بسهوله جدا اهو، والظهر بتاعه اهو ما فيهوش اي مشكله، ويناسب البنات المليانه شويه عشان يعني بيدعج شويه، كل حاجه بسيط ما ياخدش وقت خالص. وزي ما انتوا شايفين شكله تنفيذه سهل، لو عايزين تشوفوا انه تنفيذه اسهل واسهل شوفوه على الخياطه اسهل مع ام عبد الرحمن. بشكركم جدا جدا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.